السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير يا ربي. ان شاء الله هذا الفيديو يسيبكم على خير وبخير انتم ووليداتكم واللي عزيز عليكم كامل يا ربي. ان شاء الله اللي شاهد هذا الفيديو كنقول للناس اللي دخلوا عندي جداد شكرا شكرا على خطيكم، والبنات الاولاد اللي قدام كنقول لهم بارك الله فيكم والدار داركم اللي خطيكم على التعاليق ديالكم الزوينه. بسم الله على بركه الله، نجي نشارك معكم واحد الغداء اللي ساهل البنات. المهم الطريقه ديال الرز، انا باش غادي نعمد على الرز، يعني الطريقه ديال الرز كيفاش غندير لها انا. يعني الرز كاين، ها هو الرز، ولكن مختلف البنات في كل بحال كيفاش كينصبوا. هاد الطريقه ديالي انا غادي نوريها لكم، هذه عمري ما شاركتها معكم، سهله دغيا البنات. بسم الله على بركه الله، نحيد هاد الشامبينيو هنا حتى البلاتي اللي غسلته ونقيته، نحيد هاد اللحم تاع هو هاد ستيك تاع البلاتي. غادي نبداو فوالا بسم الله، غنبداو بهاد الطريقة هادي ديال خيزو. بسم الله البنات، أنا غناخد طنجرة ولا كاسرونة ولا شناهو كاين عندكم، أنا اختاريت الطنجرة لي واسعة باش نطير فيها هاكا واسعة باش كتشوفو هنايا. غندير خيزو هنا، غادي نزيد عليه هاد الجلبانة هادي، أنا لي كانت عندي فريكو هاد الجلبانة هادي كانت عندكم طرية حسن وحسن. صافي البنات هانتوما تشوفو هاد الجلبانة، غادي نزيد عليها البنات هاد مطيشة هاكا، هادي مطيشة محكوكة، واحد مطيشة حيت بعض المرات البنات الاولاد ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، الدراري ما كيبغيوش ياكلوا الخضره، هي الطريقه باش تقدر صافي البنات هذه هي صافي هذا هو الطريقه ديال الرز باش غادي ندير الرز انا يطيب. غنمشي معكم مرحله بمرحله. عندي هنا الخرقوم البنات، شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره غير باش كتقاد اللون ما يبقاش داك اللون صفر. صافي البنات، والابزار معلقه ديال الابزار هكا. بسم الله ما نساوش الملحه، هي كل شيء، ولكن ما تكثروش الملحه البنات تذوقوا. فوالا انا غندير البنات زيت العود، اللي عنده زيت العود يديرو، اللي عنده لا سيور يديرو. انا كيعجبني نصيب بزيت العود، هذا الرز هذا غيكون شويه البنات الزيت زايده شويه على الزيت كيف مولفين كنصبوا باش داك الرز ما كيتعجنش، كيجي شويه الحبه دايره مفركه. صافي البنات بحال اللي كتشوفوا هاني درت العطريه هنا، ومن بعد غادي نوريكم المرحله الاخرى. صافي هذه العطريه غادي نديروا البنات هذا خيزو هكا هكا كيف كتشوفوا، غنديروه يتقلى، ومن بعد عاد غنزيد له الربيع والشامبينيو غنديرو بوحديته. انا غنوريكم الطريقه ديال الشامبينيو كيفاش. صافي البنات هذه هكا غادي نديروه يتقلى، وغنزيد معكم الكاميرا. بسم الله هكا البنات غنديرو يتقلى حتى يهبط لنا هاد يهبط لنا مزيان، هاد ماشي يهبط بزاف عاوتاني، يبقى هكا شويه، المهم غادي يطيح ما يبقاش واقف. عاد غنلوح عليه الرز، الرز غادي نغسلو، الرز غادي رجعت معكم البنات، الرز غادي نغسلو باش نديرو هكاك، غادي نغسلو حيت كيكون فيه شويه ديال الغبره. المهم كنغسلو من داك، نصفيها البنات هانتوما كيف كتشوفوا الماء ديالو. هانتوما كتشوفوا البنات هذا الرز من بعد ما تقلى مزيان، وداك مطيشه وداك الجلبانه ديروا عليها هذا الرز. بسم الله صافي البنات، هاني رجعت معاكم بحال كتشوفوا، عندي شويه ديال الربيع هانتوما تشوفوا الرز، ها غادي نخلطوه مزيان. عندي البنات القياس ديال الماء، القياس باش يطيب الرز. صافي البنات ما نكثرش هكا باش ما يجيش عاوتاني معجن، ندير هكا غير القياس باش كيطيب الماء باش كيطيب الرز. صافي غادي نغطيها البنات ونخليه يطيب. هاد الستيكات غادي ندير لهم غير الملح البنات، كيف كتشوفوا غير الملح والابزار، الملح والابزار اللي غنديرهم. صافي
نزيد لها شويه الملح من هنا من الجهه الاخرى عاوتاني. صافي البلاص من بعد ما درت لها الابزار راه كنديرها غير في المقله، وكنت غندير مع البلاص بشويه ساعه الشتا كطيح عندنا، ندير معاك دهنت غير المقله بالزيت شويه غير باش ما يلصقوش، المقله عندي ما كتلصقش، ندير غير هكا البنات. صافي وغادي نقطع هذا الشامبينيو، غنديرو بوحديتو، هذا غادي نديرو بوحديتو ما عادش نخلطو حتى مع شي حاجه. كتشوفوا البنات انا عندي الشامبينيو هنايا غسلته ونقيته، هانتوما خليت وحده هنايا كيفاش كنديرو كننقيه، كننقي هكا حيت ما داك الجلده كنحيدها انايا، هذا راه عندي مغسول ومنقي، كنحيد هاد الجلده الفوقانيه هانتوما تشوفوا، كتكون فيها داك النقاطي كحلين كتكون فيها الغبره، مع هو كيعيش برا الشامبينيو يعني كيكون كيعيش في التراب كيكون الحشرات كيكون هكا البنات، وكنغسلو هذا راه عندي مغسول ومنقي. صافي البنات انا بغيتكم غير طريقه كيفاش. صافي غادي نقطع هاد الشامبينيو بحال هكا، غنديرو يطيب غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نطيبو. صافي غندير شويه ديال الخضره مع داكشي اللي مع الرز كيف كتشوفوا، وهاد السطيكات غادي تقلى. وصافي هادو وغداتنا البنات اليوم، فوالا هادي هي. انا الشامبينيو جاني كثير البنات، غندير غير نص ونص الاخر غنخشي في الفريكو، راه ما كيطرا له والو، تقدروا تكون جليوه. هانتوما البنات كيف كتشوفوا هاد الحمايه ديالنا طابت، حيدو فهاد التفصيل هانتوما تشوفوا السطيك ديالنا كيفاش جا. هاد المقلاة البنات غادي ندير فيها هاد البصلة، هاد البصلة البنات اللي غادي نحمرها في هاد الزبدة ديال الزيت ديال هاد السطيك، ندير شوية هاد الملحة البنات لأنها كانت فيها الملحة. صافي غندير الإبزار البنات خلات تحمر، بعدنا غتحمر يا البنات عاد غندير هاد الشامبينيو فهاد البصله هذه. كيف كتشوفوا البنات ها البصله هاي هبطت ناخذ الشامبينيو، انا بحال اللي قلت لكم ما غاش نديرو كامل، غادي ندير غير نص، النص الاخر غنحتفظ به في الفريكو. صافي البنات النص الاخر غادي نحتفظ فيه دار فريغو، ما كيطرا له والو البنات كيبقى هكاك، يعني تحتاجو مره اخرى. صافي هذا غادي ندير في الفريغو، وهذا غادي نطيبو في الصوفي وحنا. لا حتى يهبط، هانتوما تشوفو البنات هو طاب، يعني طاب مزيان، داك البصلة كتعطي واحد المذاق زوين. زدت معاها البنات واحد شوية ديال التومة، نسيت نشاركها معاكم، غندير واحد المعلقة ديال لاكخيم، هانتوما كيفاش كتشوفو لاكخيم فخيش، نزيد واحد المعلقة بحال هكا. نزيدو شوية ديال الإبزار البنات. صافي البنات وغادي نخلطو كامل، صافي ونحطو الغدا. نوريكم الطنجرة ديالنا راه طابت، الرز ديالنا راه وجد، غير البنات تغلي واحد الغلية صافي وتا صافي. هذا هو الشامبينيو ديالي انا، هاد الطريقة هي اللي كندير، كيجي زوين هكا. صافي البنات هذا هو الشامبينيو ديالي كيفاش جا هكا هاد الطريقة هادي، هانتوما تشوفوا البنات الرز ديالي كيفاش جا ها على هاد الطريقه هادي، ما معجل ما والو، هانتوما تشوفوها شفتوا راه ما معجل ما والو، تاودو حتى لتحت هاد الطرجل شفتوها، هي الحبه كتجي على اختها. فوالا بسم الله على بركه الله، يعني كيجي على هاد الطريقه الدريات زوين، وما كيجي لا معجل لا والو، هانتوما كيف كتشوفوا. وفين الخضره
صافي البنات بسم الله على بركه الله غادي نحط صافي البنات كتشوفوا بسم الله صافي البنات نديروا الرز كتشوفوها صافي البنات البصل الاخر صافي البنات غادي نحط الشامبينيو كيف كتشوفوا هكا بسم الله صافي البنات هذا هو الرز ديالنا قلت لكم كيفاش كيجي كيجي على الطريقه هذه والشامبينيو صافي البنات نقول لكم جربوا غادي تندموا عليه كيجي زوين والسلام عليكم مع فيديو واحد اخر ان شاء الله يا ربي السلام عليكم.